بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل معايا. والنهارده روتين جديد، روتين ما قبل الدراسه. اليوم اللي قبل المدرسه بعمل فيه ايه؟ بجهز فيه ايه؟ هنعمل كل حاجه مع بعض. هنعمل غدا ان شاء الله، هنعمل فطار، وهنجهز لبس المدرسه، وهنعمل حاجات كتير قوي مع بعض. واحتمال كمان انزل اروح السيدة زينب اشتري بقيه مشتريات، حاجات كانت ناقصاني يعني للمدرسه، مش للمدرسه قوي، حاجات ليا وحاجات للبيت وشامبوهات، يعني شويه حاجات كده عشان منا وتوك المدرسه لسه ما جبتلهاش، جبت حاجات بسيطه. بس كده انا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هفطر عشان لسه ما فطرتش، وبعد كده هروق الشقه. مش عارفه هعرف اروقها معاكم ولا لا. هشيل السجاجيد، امسح الارض واحط سجاجيد تاني بس بعد ما انفضها يعني كويس من التراب. وبعد كده هغير فرش السراير، نغيره مع بعض برضو ان شاء الله، ونعمل كل الحاجات ديت مع بعض ونعمل الغدا. النهارده هعمل فته، مطلعه لحمه، هعمل فته ان شاء الله. قلت حاجه خفيفه كده عشان لو نزلت هاجي هيبقى هسلق اللحمه واعمل شويه رز ابيض وشويه صلصه، هيبقى بصوت يعني. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هولع الكاتل على الميه عشان هشرب شاي مع سندوتش جبنه كده، وبعد ما افطر ان شاء الله هعمل اللي انا قلت لكم عليه، وبعد كده ان شاء الله هتكل على الله انزل اشوف الحاجات اللي ناقصاني في البيت ايه واجيبها، ونقضي اليوم مع بعض باذن الله. ودلوقتي بقى زي ما انا قلت لكم كده، انا نازله اشتري شويه حاجات من جامع البنات. المنطقه ديت اللي انا بوريها لكم دلوقتي ديت بيبيعوا فيها شامبوهات وحمامات كريم وحاجات مستحضرات التجميل يعني. دلوقتي احنا في جامع البنات، يعتبر الحته ديت وراها كده حاره اليهود، بيبيعوا لبس والعاب اطفال والكلام دوت. انا دلوقتي راكبه وداخله دلوقتي كده على الاماكن اللي بيبيعوا فيها مستحضرات التجميل، هتشوفوها دلوقتي معايا. بجد الاسعار بتبقى حلوه جدا، غير الاسعار اللي بتبقى جنب البيت يعني، غير الاسعار بتاعه المنظفات، غير الاسعار بتاعه الصيدليه تقريبا بيبقى غالي 30 جنيه، غالي اوفر يعني، كل حاجه غاليه 30 جنيه، فبيبقى بصراحه سعر اوفر قوي. فبحب اروح الاماكن ديت اشتري منها، الاسعار بتبقى جميله. بصي دلوقتي دي كلها كده من اول هنا، المحلات اللي بتبيع مستحضرات التجميل ومكياجات وكل حاجة تخطر على بالك هتلاقيها من اول المحل دوت كده لحد مثلا قبل باب الشعرية بشوية، كل دوت بيبيعوا هناك مستحضرات التجميل، اي حاجة انت عايزاها، حاجات العرايس، حنة مغربية، كل حاجة، انا مش عايزة انسى حاجة، كل حاجة بيبيعوها. عملت فته زي ما انا قلت لكم كده، ونزلت وجيت على طول، ما تاخرتش، اشتريت شويه حاجات من الاماكن اللي انا صورتها لكم، وان شاء الله هصور لكم فيديو المشتريات. سلقت لحمه على طول، وعملت شويه رز ابيض، وعملت صلصه، وكده عملت الفته بتاعتي الحمد لله. هنروح بقى نتغدى ونشوف بقيه يومنا فيه ايه. وده شكل المطبخ بعد ما اتغدينا الحمد لله. زي ما قلت لكم كنت عامله فته وصورت لكم طبق يعني. بس هغسل بقى المواعين بالشكل دوت كده، جايبه صابون اهو، لسه هفضيه بقى في الازازه واغسل المواعين ان شاء الله، علشان بعد كده اشوف بقى ايه اللي هعمله بعد كده، وتجهيزات بقى شنط المدرسه ولبس المدرسه. هنشوف مع بعض. بس هغسل المواعين، وفي عندي حلل هنا كده برضو هغسلها، وبعد كده نروح مع بعض نشوف هنكمل بقيه يومنا ازاي. دلوقتي غسلت المواعين الحمد لله بالشكل دوت كده، انا سايباهم بقى يصفوا. وهنا فضيت الاكل في بواقي الاكل يعني، حطيتها في علب اللي هي بتاعه الثلاجه ديت، دي الصلصه بتاعه الفته بقيتها، ودي شوربه لحمه ولحمه، فهشيلهم في الثلاجه كده. وكده انا خلصت المواعين الحمد لله بالشكل دوت، ما فيش اي حاجه خلاص. اللي انا هعمله بعد كده بقى هسيبهم يصفوا عقبال ما امسح الارض، عقبال ما امسح الارض بتاعه المطبخ. وبعد كده هقعد شويه استريح بقى مع كوبايه قهوه، وبعد كده هقوم بقى نحضر مع بعض لبس المدرسه. هم عايزين يحضروا بدري، انا عماله اقول لهم لسه بدري، اليوم لسه طويل، لكن هم مصممين. انتوا عارفين طبعا الاطفال لما بيبقى في حاجه زي كده بيبقوا فرحانين قد ايه، فانا هحترم رغبتهم يعني وهقوم معاهم. استنوني بقى وانا بحضر معاهم اللبس ان شاء الله.
بعد ما مسحت الارض الحمد لله، وشلت كمان كل الحلل وكل الاطباق والكوبايات اللي كانت محطوطه على الرخامه، بس انا بسيب بس الثلاث كوبايات دول عشان يوسف او منا لو عايز كوبايه ما تبقاش علي عليهم يعني بالشكل ده. وده ميه الموارد اللي احنا عملناها مع بعض، فاكرينها اهي. بص لما قعدت بقى راقت ازاي، هي في الاول كانت حمراء لونها احمر يعني، لكن كل ما بتقعد بتروق بالشكل دوت كده. انا بستعملها على طول، لسه مطلعاها من الثلاجه كنت بستعملها، هدخلها دلوقتي الثلاجه تاني بالشكل كده. بعد كده هعمل ايه، هعمل بقى قهوه هنعملها برده مع بعض ان شاء الله. طبعا انتوا بادئين معايا اليوم، فما ينفعش اللي في حاجه تحصل في اليوم من غير ما اقولها لكم. احنا كنا قاعدين بصراحه بعد الغدا كده، قلت لكم ان انا هعمل قهوه، عملت بالفعل القهوه وروقت الشقه وخلصتها الحمد لله. وخلاص كنت داخله ان انا احضر لبس المدرسه بتاع يوسف، لقيت اخويا ربنا يخليه ليا جايب لنا تورتايه، هو عيد ميلاده مش عيد ميلادنا احنا، بس هو حابب اللي هو يفرحنا معاه يعني. فجايب تورتايه من حلواني الحلميه. طبعا ناس كتير هتبقى عارفه حلواني الحلميه دوت، الحاج محمود اللي في الحلميه واللي في سيده زينب والضرب الاحمر والمقطم والجماليه، كل الاماكن ديت هيبقوا عارفين حلواني الحلميه، واللي في سيده عيشه طبعا والامام الشافعي، كل الاماكن دي هيبقوا عارفينه. مشهور بالبسبوسه، بصوا ده المحل بتاعه، العنوان اهو. ودي التورتايه، هو عيد ميلاد اخويا النهارده اهو، فحبينا يعني حب يعني يفرحنا معاه ويجيب لنا التورتايه. بس كده هفاضل ايه بقى تاني في يومي؟ فاضل اللي انا ناكل طبعا التورتايه، ما ينفعش ان احنا ما ناكلش التورتايه، هناكل التورتايه. بس قبل ما ناكل التورتايه طبعا هنعمل احتفال بسيط كده معاه وحبيبات زيتوي وكده يعني. وبعد كده هروح بقى نحضر اللبس بتاع المدرسه، ويوسف ياخد شاور، ومنا مش نازله النهارده. هحكي لكم ليه منا مش نازله يعني بكره، اسفه منا مش نازله بكره الحد، منا نازله يوم الاربعاء. هحكي لكم ان شاء الله لما اروح عند اللبس واقعد اتكلم معاكم وانا محضره اللبس، هحكي لكم منا نازله يوم الاربعاء ليه. بس كده يلا بينا بقى، احنا هنروح ناكل التورته وانتوا استنوني عقبال ما اكل التورته ونحضر مع بعض اللبس. دلوقتي بعد ما خلصت الحمد لله حضرت ليوسف اللبس بتاعه، ومنا مش نازله علشان خاطر منا هتنزل يوم الاربعاء ان شاء الله، لان عندهم في المدرسه الروتين بتاعهم مختلف شويه. الروتين بتاعهم كل يعني مثلا يوم الاحد ان شاء الله اللي هو بكره سنه اولى مع كي جي 1، يوم الاثنين سنه تانية مع كي جي 2، وهكذا لحد ما نوصل لليوم الاربعاء اللي هو سنه 5 وسنه 6. وبعد كده يوم الخميس المدرسه كلها بتبقى نزلت، ومن اول الاسبوع المدرسه كلها بتكون نزلت مع بعضيها. ده اللبس حضرته له، كويت له التيشيرت زي ما انت شايفه كده، وكمان كويت له التيشيرت وكمان البنطلون. ده كوتش اشتريته له، انا ما كنتش ناويه اشتري، بس عمته يعني جابته له هديه ربنا يخليها لنا. ليه جابته؟ علشان خاطر هو مش عنده غير واحد، فانا حبيت يبقى عنده واحد للخروج واحد للمدرسه بالشكل دوت. واخترت اللون اللي هو الجينز دوت، يبقى شكله حلو اهو. والشرابات انا عرضتها معاكم في فيديو المشتريات. ودي الشنطه، هو عمل لكم طبعا يا ترى شنطه يوسف فيها ايه اهو جالكم. اللي هاخده بس من الشنطه، هاخد الزمزميه ديت عشان اعقمها، هي لسه جديده، فبحب ان انا اغليها في ميه الاول قبل ما استعملها، واللانش بوكس وهكذا برضو هغسلهم كويس جدا وهغليهم في ميه مغليه واعقمهم، علشان خاطر لما احط فيهم الاكل او احط فيها الميه تبقى صحيه يعني، ما يبقاش
فيها حاجه. الميه هعملها دلوقتي والزمزميه هعملها دلوقتي واللانش بوكس دلوقتي، لكن ازازه الميه دي هحط ميه واحطها في الثلاجه عشان تبقى ساقعه. انتوا عارفين لسه الجو حر وكده، فالولاد يعني بيبقوا عطشانين ومحتاجين ميه ساقعه، لسه الشتا ما دخلتش يعني، عشان اعملها لهم ميه من الحنفيه. بس كده هو دلوقتي فاضل له ايه؟ هو عمال يفتح الشنطه اهو، حاطه له ايه؟ حاطه له زي ما اوريكم بالظبط، مفيش حاجه نقصت اهو، ثلاث كشاكيل اهو، ولو ثلاث الكتب زي ما انتوا عارفين. لسه ما استلمناش بقيه الكتب لان لسه الوزاره ما بعتتهاش. بس كده هو نايس ايه؟ نايس بس هيخش ياخد شاور كده، هدي له شاور بقى، شاور المدارس ان شاء الله. وينام بدري بقى علشان خاطر ان شاء الله يصحى بدري ونكمل بقيه اليوم. وكده يومنا خلص النهارده الحمد لله. اشوفكم بقى ان شاء الله في روتين اول يوم مدرسه ان شاء الله، ناوي اعمله لكم كله اول يوم مدرسه باذن الله. لو انت اول مره تشرفيني بقى دوسي لي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولو انت حبيبتي اللي متابعاني ما تنسيش تدوسي لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.